خطوة أمنية كبيرة لقوات الأمن السعودية. تمكن الأمن من ضبط تشكيل عصابي في مجال تزييف وتزوير الأوراق النقدية سواء كانت محلية أو أجنبية، حيث تمكنت القوات من ضبط العديد من التشكيلات المتخصصة في مثل هذه الأمور في مناطق متفرقة من المملكة. فما هي القصة وراء ذلك الجرم؟ نتعرف على ذلك سويا معي أنا هبة سعيد والخليج 24. تمكنت السلطات السعودية من ضبط تشكيل عصابي إجرامي منظم يتكون من مواطنين من السعودية وأربعة وافدين من جنسيات عربية مختلفة، حيث يقوم التشكيل العصابي بتزييف النقود السعودية، حيث داهمت قوات الأمن في المملكة التشكيل المكون من ستة أفراد داخل وكر مخصص تم تزويده ببعض الآلات الإلكترونية لطباعة العملات الورقية السعودية، فضلا عن ضبط السلطات للعديد من القصاصات الورقية وأجهزات وأدوات أخرى تستخدم في عمليات التزويف والتزوير. وأكدت النيابة العامة في المملكة أنه قد تم توقيف التشكيل المكون من ستة أفراد تمهيدا لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة. ولا يفرق النظام في المملكة العربية السعودية بين الفرد الأجنبي أو السعودي الذي يرتكب جريمة التزوير، وتطبق نفس العقوبة على الشخص أيا كان، لكن يتم تجديد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية والعقوبات الأخرى على الأجنبي الذي يقوم بجريمة التزوير. ومن المتوقع هنا أن يواجه الجناة المصير بالسجن لمدة طويلة قد تصل إلى 25 عاما كاملة، فضلا عن غرامة مالية تقدر ب 500 ألف ريال، وذلك وفقا لما تنص عليها المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الوطنية. وتصنف مثل هذه الجرائم في المملكة العربية السعودية على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتعرض لعقوبات مشددة، كما تستوجب تطبيق الأنظمة والقانون بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي النقدي والاقتصاد، وذلك من أجل حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية. وقد زادت مثل هذه الجرائم في الآونة الأخيرة داخل المملكة، ودائما ما ترتبط بالوافدين إليها من دول أخرى سواء جنسيات عربية أو أجنبية. وفي خلال الشهور الثمانية الماضية يعتبر ذلك التوقيف هو الثالث من نوعه بحق جرائم تزييف النقود، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على تشكيل آخر مكون من مواطن سعودي وبعض الوافدين العرب يقومون بطباعة وتزييف عملات أجنبية من فئة المئة دولار أمريكي بكميات كبيرة جدا، حيث عثر بحوزتهم على 50 مليون ورقة نقدية مزيفة. وقبلها كانت شرطة الرياض قد تمكنت في مارس الماضي من ضبط وتوقيف مقيم كاميروني نشط في مجال تزييف النقود والوثائق الرسمية، حيث اتخذ الوافد الكاميروني من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض موقعاً لارتكاب جريمته، ووجد بحوزته الأدوات المستخدمة في التزييف وبعض القصاصات الورقية. وفي الختام، فهل تنجح الحملات الأمنية في توقيف مثل هذه الجرائم في الأيام القادمة؟